السلام عليكم. صباحكم سكر. إذا مر يوم فلم أتذكر به أن أقول صباحكم سكر فلا تحسب أن شيئا تغير. أحبكم فوق المحبة لكن دعوني أراكم كما أتصور. أجمل ما يستفتح به هذا الصباح هذه الكلمة الرائعة. في هذا المقطع أود فيه الحديث عن مأساة الإنسان في هذا الزمن، وعن احتضار الضمير الإنساني لدى الكثير من المنتسبين لجنس الإنسان أو الجنس البشري. نعم، البشرية وصلت إلى أعمق دركات الانحدار، وهوت إلى مستوى بئيس في الهمجية والتخلي عن القيم الكونية. يتجلى هذا في المأساة السورية، المأساة التي عرت وكشفت سوءات المتحكمين والمتنفذين، سواء العالم الغربي أو العالم العربي. موقفي قديما من الثورة السورية كان متوجسا من حيث المبدأ. نعم، أنا مع كل تغيير وكل مطالبة بإزالة الفساد وكل مطالبة بإزالة الطغاة بطرق حضارية سلمية مشروعة. وثورات الشعوب من حيث المبدأ ومن حيث الثورة كثورة هذه قيمة إنسانية لا ينكرها عاقل، ولا لا يمكن أن تمجها العقول والفطرة السوية، بمعنى أن يقف الإنسان أمام الظلم، أن يقول للطاغية أنت طاغية، وأن يطالب بالعدل والمساواة والعيش الكريم. لا خلاف في هذا. ونعم، الحراك الديمقراطي أو ما يسمى بالربيع العربي من حيث المبدأ كما قلت هو أمر مطلوب، ولكن للأسف الشديد تبين أن هناك مؤامرة. نعم، أؤمن بعقدة المؤامرة. هناك مؤامرة الغرض منها أن لا يستفيد الإنسان الذي يعيش في العالم العربي من ثمرات التغيير، بحيث يقال له ولأمثاله هذه نتيجة من يطالب بالديمقراطية ويطالب بالعدل ويطالب بالكرامة. أن تتحول البلدان العربية إلى مقابر جماعية، أن تتحول البلدان العربية إلى ساحات حروب ومعارك. وتجلى هذا الأمر بواحد الشكل كبير جدا في المأساة السورية اللي حولتها المخابرات العالمية. لما أتكلم هنا أتكلم عن المخابرات الغربية التي تزعمها أمريكا والعالم الرأسمالي أو المعسكر الغربي الذي لا يزال يرغب في التنفذ والتغلغل في العالم البئيس التعيس لكي يستفيد من ثرواته، فيقسم المقسم ويجزئ المجزأ ويفتت المفتت. أما المعسكر الشرقي الذي باد وانقرض وزال، نرى الآن أن هناك محاولة لإعادة إحيائه
يتمثل في روسيا الاتحادية، يتمثل في الصين الشعبية، اللي رجعت الآن عبارة عن تنانين وعماليق اقتصادية هائلة وقوية وعسكرية، تريد أن تعيد لنفسها ذاك المجد القديم التالد. لكن من الضحية؟ الضحية هو الإنسان السوري، الإنسان الذي عاش في بلد له عمقه التاريخي. لما نتحدث عن دمشق، ونتحدث عن حلب، ونتحدث عن حمص وحماه، نتحدث عن هذا الموروث الحضاري الذي للأسف كان من المفروض أن يكون هناك تعاون دولي من أجل الحفاظ على ذاك البلد، وأن يتم معالجة ذاك السرطان، سرطان الحكم النصير الطائفي البغيض كما حصل في ليبيا. إلا أن سوريا لا تقدم للعالم ما يمكن أن تقدمه ليبيا، لا تملك النفط ولا تملك البترول، وليبيا ليس عندها ذاك البعد الاستراتيجي أو القرب الاستراتيجي من إسرائيل كما هو الحال بالنسبة لسوريا. كذلك إنسان السوري، أتحدث عن الإنسان السوري بالتجربة، وهذا معروف عن الإنسان السوري، إنسان مثقف، إنسان متحضر، ناس أكاديميين في الغالب، ناس مثقفين. حتى النظام البئيس نظامهم إذا قارناه بالأنظمة الأخرى رغم قذارته وحقارته، إلا أنه من ناحية الصورة والشكل تجد هذا الكلام الذي أقوله الآن. لا أدافع عن بشار ولا عن نظامه، فهو أسوأ وأقذر بما فيه الكفاية، لكنه ليس أسوأ من الأنظمة الأخرى. المخابرات العربية والدول العربية التي تزعم وتدعي أنها سوف تنصر الثورة السورية، نصرتها بماذا؟ بالتحريض، نصرتها منها بالتأجيج. فلما جد الجد سحبوا أيديهم وتركوا ذاك البسيط وتلك الفقيرة وذاك اليتيم يتلظى بنار الجيش السوري والقاذفات الروسية والميليشيا الشعبية الشيعية الحاقدة. نعم، لذلك لا عزاء للمتخاذلين، وأقول لمشايخ السوء الذين يحرضون الشباب العربي لالتحاق كتائب الموت في سوريا، أين أنتم وأين أبناؤكم الذين يدرسون في أفخم الجامعات هنا في أوروبا ويرتادون أفخم الفنادق هنا في الصيف، في الصيف تجد أبناءهم وتجدهم هم، أنا أعرفهم، أنا أتحدث عن تجربة، لحية كثة وثوب وقميص وغطرة، يتكلم لك عن الطائفية وعن الشيعة ويحرض ويؤجج، إلا أنه يعيش عيشة الأمراء البرجوازية المتدينة المتعفنة أسميها. السلام عليكم.